أكدت حكومة محافظة ذي قار المحلية أن المحافظة أصبحت منكوبة في ظل تواصل أزمة المياه التي تتعرض لها، محملة وزارة الموارد المائية مسؤولية ما تتعرض له المحافظة. نائب محافظ ذي قار عادل الدخيلي أكد أن المحافظة تشهد كارثة إنسانية في ظل توقف أكثر من 42 مشروعا لمياه الإسالة عن العمل، وتضرر الخطة الزراعية بعد تقصير وزارة الموارد المائية وتجاوز عددا من المحافظات الواقعة في أعالي الأنهار على حصة تلك المحافظة. محافظة ذي قار أحد المحافظات التي تعرضت أكثر المحافظات تعرضت لشح مائية نتيجة للأزمة المائية نتيجة لقيام وزارة الموارد المائية حقيقة بإجراءات إطلاق الحصة المائية في غير وقتها المقرر، بالتالي اليوم أصبحنا اليوم مناطق شبه منكوبة، واليوم تعاني محافظة ذي قار من انقطاع تام لنهر نهر دجلة لسبب تجاوز مناطق أعالي النهر على المحافظة، وهذه التجاوزات جاءت نتيجة لقيام بعض المحافظين بإجراءات غير قانونية منها تبديل مدراء الري، وقاموا بتجاوز على الحصة المائية لمحافظة ذي قار، بالتالي يوم محافظة ذي قار يمر بها نهرين، وهي المحافظة التي أكثر المحافظات عطشا وأكثرها تضررت نتيجة للتجاوزات الموجودة على أعالي النهر بالتالي وعدم وصول حصتها بشكل نهائي، وهذا الحقيقة تتحمل هذه المسؤولية هي مديرية وزارة الموارد المائية، لأن الوزارة المعنية عن إيصال الحصة المائية إلى مناطق للمحافظات وهي الوزارة السيادية المعنية بهذا الغرض.